ديالي اسمحوا لي حيت كنغبر عليكم بزاف ما كان عندي امتحانات في هاد لاسيمين اللي فاتت وكنبغي اول حاجه نقول لكم جمعه مباركه باش ما كتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. دابا لقيتوني كنصور لكم وفريمون كاين الشتا برا والجو مظلم داكشي علاش كتشوفوا الاضاءه ما زويناش يعني ما كايناش الشمس ف صافي بدات غيبدا عندنا الشتا غيبدا عندنا الثلج ديما غادي يكون الجو كئيب. اول حاجه بديت بها كما شفتوا هي انا غسلت وجهي درت الروشن ديال الصباح اللي كندير نورمال كنغسل وجهي كندير تونر من بعد كنشد وكندير كريم ايدغاتون باش وجهي ما يبقاش ناشف ودرت شو سميتو مرطب ديال الشفاه وصافي وبقيت شويه مشد شعري وداكشي. دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي للسوبر مارشي باش ناخذ اشنو غادي نفطر وغادي نديكم معايا بيان سي وغادي نرجع نوريكم الفطور ديالي اللي غادي نوجد. فالمهم كاين بزاف ديال الحوايج غيجيو في هذا الفيديو فخليكم حتى الاخر ديال لا فيديو. اي بالنسبه للناس الجداد ما تنساوش تشتركوا في القناه وتزيدوا دعموني هبطوا تضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين لتحت ديال سبسكرايب ردوه بيض فعلوا زر الجرس اللي كاين حدا باش يوصلكم اي جديد كنحطوا على القناه ديالي. ديروا لايك الا عجبتكم هذا الفيديو وخليوا لي لي كومونتير زوين ديالكم كنقراهم وكنجاوب عليهم كاملين وليتس جو يلاه نبداو لا فيديو ديالنا. فيزيات جايز خرب عليا الضحك كنت جايه في الزنقه مره ما خرجت من السوبر مارشي ويخرج لي واحد الدجاج من بين الطوموبيل وانا هرب على الخاف خلعتي. اش كدير الدجاج في هذا البرد هنايا؟ جاتني بيريود فكنبقاو نتشهاو الشوكولاط وهادشي مي انا زعما نورمالمون ما كيعجبنيش الشوكولاط بزاف مي بون مشيت جبت طوس كيما شفتو درت فيه شوكولاط وخديت الايس تي ديالي. هاد المره خديت ديال الاناناس ديك المره كنت ويتكم ديال الخوخ دابا ديال الاناناس الاناناس زوين ودرت هنايا كونفليكس تشهيتو وصافي هذا هو الفطور ديالنا. لقيتو بلي بدا عندي الدرس ديالي عندي اليوم الجمعه درس اونلاين الاستاذ راكاس كيشرح دابا. المهم غادي ناكل وغادي نحضر الدرس او ميم طون المهم داكشي غادي يجي من بعد خليكم معاه. Bu hafta dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çoğu soru arkadaşım varsa soruyu alabilirim. بون كازمون ما بقاش من دابا انا غادي نمشي لاصال. حطيت تمايا التوني اللي غادي نتريني بيه حطيت الكاسك جودوغون المهم
وزيت سوارت والبسطام. ف ليتس جو، يلا نمشيو لاصال. شوفوا لي زامي الجو كيفاش داير، صبات الشتا بصراحه الجو زوين ما باردش بزاف. كيفاش زامي تفضلوا انا عطيتك. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah. غايز كنت جالسه كنتري هنا سكوات في لاصال، فواحد البلاصه الداخل فواحد الغرفه ديالنا هنايا، ويدخل واحد بوبوس وحيد التيشيرت باش يتصور في المرايه باش ما عرفتش نقدر نوريه لكم ولا لا. انا كيقول لك تواركه ما بوبوسيش. الله الله على الحياه الشعب خلي بشي كملو الترن. بون غايز، المهم لقيت فين دابا. انا خدمت السكواد اخر حاجه خدمتها اليوم، درت 7:30 حيت شحال من خدمت السكواد فبديت 7:30. مي ديجا في المغرب كنخدم كتب، كنخدم ب 10، كنخدم ب تكون 6:15. مي حيت شحال ما خدمت كنخاف صراحه شي طرابيه شي حاجه حيت انا عظامي هشاش. فالمهم دابا لقيت فين انا ساليت، بقى لي ندير غير كارديو وغادي ناخذ ديك الساعه ندوش نمشي للدار. غايز المهم لقيت فين جيت ندير كارديو اخر حاجه. او غايز المهم كنت دابا انا سالي السبور، غادي نلبس عليا المونطو وزيت الساك ديالي، غادي نمشي للدار. فخليكم معكم على الفيديو. بون لي زامي،
بوغ العشاء جيت ناخذ الكفه اطيح ليا الكفته دابا خديت غير 40 ليره صراحه وغنديرها مع لي بطاط وداكشي اللي غندير صافي ها هي خديت الكفته صافي ناخذ غير لي بطاط بيتي انا كنت طالبه İyi oldu aslında. Çorap gibi ayakkabı olduğu için dedim yani. Esneme payı çok yüksek. Evet. جيت ناخد شي سبردية على ود غير سبور حيت هما كيمنعوا انكم زعما ترينو بالسبردية اللي كتجيبوها من الزنقة كيختي وحدة تلبسوها لداخل فشوفوا هادي كيفاش جاتكم صراحة عجبتني ليزامي شوفوا هادي عاوتاني في البيض والكحل صراحة هادي زوينة كتجي في اللبسة واعرة ليزامي شوفوا هادي هذا غزال هذا بلو ماغين ماشي بيض وكحل بلو ماغين كيعجبني بصح سبور بزاف صراحة حمقوني تشكرا بون لي زامي لقيتكم دابا انا يلاه دخلت للدار عرفتي اليوم مع خدمت رجلي عرفتي كنموت مي بون عرفتي كنحس راسي غادي نمرض مع ديما كنمشي كندوج في راسي وكنخرج اخ عرفتي راه كنشوف شعري بالشيشوار تما ولكن ديما اصلا حيت البرد مجهد عندنا هنايا دونك غير الحمد لله مازال ما مرضتش لحد الان الله يحفظني الله يحفظني عايشه بوحدي ما كان اللي قابلني فمهم على زعما كيما شفتوا مشيت للمحل ديال السبرديلات حيت نورمالمون السبرديله اللي كنتريو فيها بلاصه فلاصه لداخل ماشي غير كنخرجوا بها للزنقه فانا ما صراحه في المغرب كنت زعما ديما كندير بحال هكا ولكن اصلا حيت في المغرب ما كيكونوش مفرشين داك لي طابي هنايا هاد لاصال دابا مختلف مفرشين واحد لي طابي دونك السبرديله كيخصها تكون نقيه وانا السبرديله تكون زعما خارجه بهم الزنقه فكيخصنيش واحد جديده اللي بقى نديها غير لاصال وتكون خفيفه او ميطون راكم عارفين باش نقدر نهزها في الصاك بحال هكا ومشيت لذاك المحل ديجا انا ديجا واخده من عنده سبرديله مؤخرا وانا نقول غندخل ناخذ سبرديله انا اقسم بالله كنت عندي واحد كنت عندي 450 ليره في لاكارت باقا قلت غناخذ بها شي سبرديله وانا ندخل هذا كتبان لي دي زوينه بقيت كنهضر انا وياه ويقول لي راه داير انا واحد العرض على ود حيت الشا داخله خصني نحيد ستوك من عند زعما ستوك ديالي خصني نحيد منه السبرديله دابا كيكونوا غير لي بوط وداك الشيء فدير واحد العرض اللي خديتي من جوج سبرديلات ثلاثه كنعطيوها فابور ايوا بقيت هذه زوينه حتى خديت ثلاثه سبرديلات في الاخر جوج خديتهم خلصتهم والثالثه فابور ايوا صافي تقام عليا كلشي ب 1140 ليره نورمالمون كون كنت زعما ما كانش داك العرض كيتقام كلشي في الطوطه 1700 ليره ولكن حيت كاين داك العرض دونك انا خديت ثلاثه سبرديلات ب 1140 ليره شحال زوينه صراحه المهم انا غنوريهم لكم تهنيت من شحال جات السبرديلات ما نعاودش ندور بجيت السبرديلات دابا اول وحده خديت هي هذه اخر وحده وريتها لكم هي ديال بلو ماغين هذه بعدا واحد البنت كانت قبل مني عنده في المحل وعجباتها ويقول لها 550 ليره ولكن جاتها غاليه دابا راه توارك 550 ليره كتجيهم غاليه نورمالمون الحوايج اللي كنت بالدرهم راه رخيصه فخرجت وما خداتهاش وقلت اوف الحمد لله حتى انا كنت حاطه عليها العين ها هي كيفاش دايره صراحه واعره كاليتي ديجا راه وريتها لكم في باش كنت عنده في المحل هي اخر وحده قيست شوفوا زوينه سورتو انا كيعجبني نلبس سبور بزاف وحتى هاد الستيل هذا ولا كيتلبس مع السرا ولا الكلاس يعني ولا سبرديله تقدر تلبسو مع اي حاجه فهادي هي الاولى اللي خديت شوفوا اللي موراها اللي موراها خديت هادي اللي في البيض والكحل اللي وريتكم حتى هي عنده شوفوا هادي كتجي شي شويه هابطه ماشي طالعه بحال الاخرى ولكن ستيلها زوين في البيض والكحل ترى ها هي كيفاش دايره أو اخر وحده هي ديال سبور اللي مشيت على ودها هي هذه ديال سبور اللي مشيت على ودها خديتها بحال هكا فريمون خفيفه يعني حتى في الخدمه غتجيني زوينه وخديتها هكايا في البيض والكري باش نقدر نلبسها يعني اي لون لبستو حتى عندي الالوان عندي الزراق الخضر القهوي كاع زعما داكشي ديال السبور عندي فيه الالوان فكيخصني ناخذ شي حاجه اللي غتجيني مع كلشي فخديت هذه قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم عتي فرحانه فمهم لي زامي دابا غادي نوض نصيب ما ناكل حيت فريمون كنموت بالجوع ف ليتس جو ما شفتو في السوبر مارشي شنو خديت لي بات شحال ما درت لي بات بصوص طوماط دونك خديت هاد لي بات التشكيل هذا جديد وخديت كفيته بغيت ندير مع كفيته وخديت مطيشه بيان سور
هي وصافي ليتس جو. يلا نصيبوا الماكله ديالنا. بالنسبه للعشيوه ديالي ها هي وجدات. بغيت نصيب شي حاجه خفيفه حيت فريمون عيانه ماشي ما نصيب زعما شي حاجه. وطلع لي حتى الدجاج في راسي فخديت الكفته هاد المره كما وريتكم. سلقت لي بات ها هما واجدين وصيبت لاصوص الطوماط ديالي مع الكفته المعتاده اللي كندير في كاع الفيديو ديالي. بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا يشوفوا الفيديو ديالي غنخلي لكم المقادير ديال هاد لاصوص لتحت في صندوق الوصف. وصافي دابا قلتوني غادي نكب هادي هنا وغادي نمشي باش نتعشى. انا وجدتها كنتمنى ان الفيديو تكون عجبتكم وتكون خفيفه وظريفه عليكم. كنتمنى انكم تدعموني. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه يهبطوا تضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين لتحت، زر الاشتراك، زر سبسكرايب، ردوا بيض، فعلوا زر الجرس كي حدا باش يوصلكم اجدك حط على القناه ديالي. ديروا لايك الى عجبتكم هاد الفيديو وخليوا لي كومونتير زوين ديالكم كنقرا وكنجاوب عليهم كاملين. و تهلاو ليا فراسكم. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بيزايات.